في الدول أينما تحدثنا وحيثما تطرقنا إلى موضوع الربط السككي، إذا تكلمنا عن الربط السككي مع تركيا لا نسمع إلى سوى أصوات الرفض، أو مع إيران أصوات رفض، أو مع الأردن، أو مع السعودية وغيرها وغيرها. الآن على سبيل المثال السعودية لديها خط ساخن من ميناء الظباء اللي هو جنوب العقبة، الآن داخل في منطقة نيوم اللي هي من أرقى مناطق الاقتصادية في العالم. الآن بالجديد هناك خط سككي يربط من ميناء ظباء إلى عرعر طوله 1500 كيلومتر. طيب. هذا متوقف بانتظار ماذا؟ بانتظار أنه يوافق العراق على الربط السككي من عرعر إلى كرمنشاه، متوقف هذا لأنه في مباحثات مرتبطة مع إيران مع العراق، والعراق كأنما مغلس عن موضوع النقل العابر اللي هو ترانزيت، اللي هو نعمة ما بعدها نعمة، أنه أنت تأخذ تحسب على الطن، وهناك معادلة عربية دولية معلوم. تحسب على طن في مسافة في كذا، تحسب لك فلوس، أنت تاقد تجلس تأكل طرف وتنام وسطى، تأتيك إيراداتها إلى الله سبحانه وتعالى بقدرته وجلالته. وضع العراق في مكان استراتيجي بحيث وضعه في المنتصف. شنو اللي يمنع؟ اللي يمنع أنه هذه العقول التي الرافضة للربط السككي، والتي يعني أنه مجرد ما تذكر كلمة ربط سككي يأتيك الهجوم من البرلمان اللي أنا أنتسب له ومن غير البرلمان، وهناك لدينا أصبحت يعني رموز عراقية متخصصة بالرفض. أنا قبل لا أفوت بالشرح إذا تسمح لي، تفضل. هذا هؤلاء الرافضون للربط السككي لماذا لاذوا بالصمت المطبق عندما سمعوا بالربط السككي من إيران إلى إقليم كردستان إلى سوريا؟ هذا مشروع قائم، وهناك مفاوضات مباشرة تجري بين حكومة الإقليم والحكومة الصينية والحكومة الإيرانية والسورية، وهذا هو هذا الموضوع فيه تداعيات سياسية كبيرة ومنافع ومكاسب كبيرة. لماذا المتضرر فيه؟ المتضرر راح يكون متضرر تركيا طبعا. طيب خلينا نكون صريحين. طيب. احنا مو فوق الخط الاحمر، خلينا نسولف على الخط الاحمر. طيب. راح يكون متضرر تركيا لانه راح تختزل المسافات. اكو ربط عندك خط الاي تي اي اللي هو اسطنبول طهران اسلام اباد، هذا الخط طوله 7000 كيلومتر موجود ورابط، ولكن انه لما تاتي الطريق الحرير هو اسرع الطرق لازم يمر على سوريا اللاذقيه. الان من المتضرر؟ المتضرر الاول تركيا، والمتضرر الثاني الاردن، لانه المشروع البديل الاول كان كرمنشاه بغداد طريبيل عقبه. هذا المشروع تلاحظ الصيحات الكثيره الهائجه لا لا للربط السككي، انا نسينا موضوع الكويت، خلينا على كرمنشاه بغداد طريبيل الأردن، اللي وافقت الأردن ووافقت الإيران ووافقت البلدان الأوراسيوية على التمويل، واللي يعترض الأستاذ عامر عبد الجبار، ويا ريت أنا من خلال منبركم الكريم وقناة فوق الخط الأحمر يا ريت يكون لقاء في استوديوهاتكم، هاي شلون يقولونها صعبة ها زين، في هذه الاستوديو، في هذه القاعة الجميلة، أن يكون لقاء مباشر بيني وبينه حتى نشرح للعالم، لأنه صار العالم تخربطت الأوراق، لأنه لما يكون وزيرين للنقل واحد يقول إيه واحد يقول لا، واحد يقول يساوي واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد يقول لا اثنين إلا ربع، رح يصير إرباك للرأي العام.